شروب العز والخير والله العظيم، وبشروب الوقفة اللي تعز جهانها اللي عليها المعتمد. رمح حاكمنا ثرانا عما عين الخصيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر قناة الريان. نتابع وإياكم هذا الشوط وشوطنا الخامس، ونتابع هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد. نتابع هذه الانطلاقة، كما نهني صاحب الشلفة في هذا الصباح، شلفة الإنتاج ابن حفيظ، أيضا هنا من انتزعها وأيضا من انتزع هذا الناموس الغالي، وهذا لفرج بن ناصر بن حفيظ الحفيظ، أيضا مع بروق من انتزعت الشوط الرئيسي في هذا الصباح، وأيضا الطاير من طار بخنجر هذا الصباح، خنجر الإنتاج للزمول مع عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين، والتهنئة وصولها لجار الله بن سالمين. نهني جميع الفائزين، كما أيضا نتابع مجريات انطلاقة شوطنا هذا، ونتابع المقدمة والصدارة هناك مع شواهين لسالم بن علي بن خيل المري مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. نتابع هذا الانطلاق بينما نقلع المركز الثاني، والمركز الثاني نتابع هنا في هذه اللحظات اللي مصيح علي عبد الرحمن بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري مع المركز الثاني، مع مصيحة بينما نقلع المركز الثالث، والمركز الثالث مزنة لفيصل بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة هنا متواجد مع المركز الثالث، بينما نقلع المركز الرابع، المركز الرابع اللي من بدأت تتسلل بدورها هنا في هذه اللحظات سلهودة لناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي على المركز الرابع وغيرت على المركز الثالث. المركز الخامس نتابع هنا الانطلاق والقدوم في هذه اللحظات من حفلة، حفلة لسعيد بن علي بن هادي بن حفار المري متواجدة حفلة مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نتابع الانطلاق والاندفاع الصباحي مع سن الكبار، سن الكبار، وهذا الانطلاق الجميل، كما نتابع هذه الشعارات المنطلقة، كما نتابع هذا الأداء المميز والأداء الجميل مع المركز الأول ومع المقدمة. هناك نتابع شواهين على المقدمة، شواهين هنا في مقدمة الشوط مع سالم بن علي بن دخيل المري مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط بهذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام يا شواهين على المركز الأول، مجموعة شواهين هنا مع الشواهين في مقدمة الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني. نتابع مصيحة لعبد الرحمن بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري مع المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما النقلة على المركز الثالث. هناك سلهودة من بدأت تتسلل بدورها في هذه اللحظات مع ناصر بن نهار بن ناصر النعيمي على المركز الثاني في هذه اللحظات. هناك بهذا الانطلاق الجميل مع المركز الثاني، بينما نعود إلى المركز الرابع وإلى شعار بن نايفة، شعار بن نايفة قادما مع مزنة، مزنة لفيصل بن عبد الهادي بن محمد النايفة هنا في هذه اللحظات مع المركز الرابع وبهذا الأداء الجميل، بينما أرى شعار بن حفار على المركز الخامس. نتابع هناك حفلة لسعيد بن علي بن هادي بن حفار المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نتابع وإياكم، نتابع الانطلاق، نتابع التحدي، نتابع الأداء الجميل. الله يا شواهين، شواهين على المركز الأول وعلى المقدمة، نتابعها، نتابع انطلاقتها هنا مع المركز الأول. الله يا بن دخيل هنا متواجد.
هنا نتابع أيضا شواهين لسالم بن علي بن خيل، هنا بن دلوان أيضا متواجد مع شواهين، وبهذا الأداء الجميل. الله يا شواهين، مسيطرة تمام السيطرة على مقدمة الشوط، بينما أرى شعار بن حباب هنا متواجدة أيضا مصيحة. عبد الرحمن بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري هنا أيضا من يقف هناك متواجد مع هذا الشعار فهد بن حباب، أيضا نتمنى التوفيق للجميع. هنا أيضا الإعلامي الكبير، هنا أيضا المركز الثالث في هذه اللحظات نتابع مزنة لفيصل بن عبد الهادي بن نايفة على المركز الثالث، نتابع هذا الانطلاق الجميل مع شعار بن نايفة على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع هناك سلهودة ناصر بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي على المركز الرابع في هذه اللحظات بهذا الأداء الجميل مع سلهودة على المركز الرابع بهذا الانطلاق هنا مع سلهودة، بينما النقلة اللي على المركز الخامس هنا أيضا حفلة لسعيد بن علي بن هادي بن حفار المري مع المركز الخامس في هذه اللحظات. نتابع وإياكم هذا الانطلاق مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وبنعود بنعود إلى بن دلوان. بن دلوان هناك مع المقدمة ومع الصدارة أيضا مسيطر تمام السيطرة بقيادة شواهين في هذا الشوط وبهذا الانطلاق. هناك نتابع هناك شواهين سالم بن علي بن خيل المري، يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات والتنافس الشيق مع سن الكبار والتحديات القوية والأيضا انتصاف المسافة هنا في هذه اللحظات. انقضن أربعة وتبقن أربعة، يا سلام يا سلام يا سلام يا شواهين على المقدمة. نتابعها نتابع انطلاقها هنا بشعار سالم بن علي بن خيل المري. هنا نتابع بن دلوان يقف مع هذا الشعار وبهذا الأداء الجميل، شعار أيضا فريح وأماته أيضا هناك في هذا الأداء الجميل، يا سلام يا سلام. والمركز الثاني نتابع هنا مزنة لفيصل بن عبد الهادي بن نايفة هنا متواجد مع هذا الأداء الجميل، وفيصل بن عبد الهادي متواجد هنا في هذا الأداء الجميل مع المركز الثاني. يتابع مزنة هنا في هذا الانطلاق الجميل، يا سلام. المركز الثالث نتابع المركز الثالث بهذا الأداء الجميل مع بن حباب هنا متواجدا مع مصيحة. مصيحة على المركز الثالث، نتابع هذا الانطلاق من مصيحة لعبد الرحمن بن ناصر بن حباب الهاجري مع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع، المركز الرابع نتابع سلهودة لناصر بن نهار بن ناصر النعيمي على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس، ومن تصن على المركز الخامس نتابع حفلة سعيد بن عبد سعيد بن علي بن هادي بن حفار المري متواجدا مع المركز الخامس. وركز يا بن حفار، ركز يا بن حفار، هنا نقطة ثمينة في هذا المهرجان الغالي، نتابعها هنا مع المركز الخامس وبهذا الأداء الجميل وهذا الانطلاق. هنا نتابعها على المركز الخامس، ولكننا بنعود إلى مقدمة الشوط وإلى الانطلاق هناك مع شواهين اللي متمسكة بالصدارة. نتمنى التوفيق للجميع مع أيضا هذا الانطلاق، وإقبالنا تقريبا على الكيلوين أيضا هنا بانطلاقة شواهين. نتابعها على مقدمة هذا الشوط وبهذا الأداء الجميل. الله 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 يا شواهين، الله يا شواهين على المقدمة على الصدارة على التحدي. هنا نتابع شواهين لسالم بن علي بن خيل المري، السلام عليك بن دلوان، بينما المركز الثاني نتابع مزنة لفيصل بن عبد الهادي بن نايفة هنا متواجد شعار صوغان والعديد أيضا من الهجن المشاركة القوية بشعار بن نايفة مع مزنة على المركز الثاني. المركز الثالث سلهودة ناصر بن نهار بن ناصر النعيمي من الجانب الأيمن بهذا الانطلاق الجميل، الله يا سلام. وهناك أيضا من يقف معها أيضا، هناك سعد أيضا بن نهار يتابعها من الجانب الأيمن. نتابع هنا في هذه اللحظات الانطلاق مع سلهودة هناك بهذا الأداء الجميل، بينما المركز الرابع مصيحة، يا سلام يا سلام
السلام يا مصيحة، مصيحة قادمة في هذه اللحظات. عبد الرحمن بن ناصر بن محمد بن حباب هنا متواجد مع المركز الرابع، والقدوم القدوم هنا من حفلة 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 لسعيد بن علي بن هادي بن حفار المري مع المركز الخامس في هذه اللحظات. وبهذا الأداء الجميل نعود إلى المقدمة، ونعود إلى المقدمة. يا سلام يا سلام، الله، يا التحديات التحديات في هذه اللحظات. هناك جواهين سالم بن علي بن خيل المري مع المركز الأول، ولكن الله بدأ التسلل، بدأ من سلهودة، سلهودة من الجانب الأيمن، ومزنة قادمة. يا سلام يا سلام يا مزنة، مزنة غيرت على المقدمة، مزنة غيرت مع فيصل بن عبد الهادي بن. يا سلام عليك يا ابو هادي بهذا الاداء الجميل وبهذا الانطلاق الشيخ. يا سلام، 1500 متر على النهايه، 1500 متر على الفوز على التحدي. نتابع مزنه 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 على المقدمه، مزنه على هذا الاداء الجميل، نتابعها على المركز الاول، بينما سلهوده سلهوده من الجانب الايمن نتابعها بشعار ناصر بن نهار بن ناصر النعيمي. المركز الثالث المركز الثالث، نتابع شواهين سالم بن علي بن خيل المري، والمركز الرابع نتابع مصيحة عبد الرحمن بن ناصر الحباب الهاجري. الله الله، بدأت أيضا تستعيد حقوقها المنهوبة. الله يا شواهين، الله عليك يا بن دلوان، نقلة ممتازة. يا سلام، ولكن شوفوا اللي وصلتنا وما ذعناها ولا جبنا لها طاري. الله، شعار الرمز والخنجر. يا سلام يا ابن يا بن سالمين، بن سالمين متواجد مع الشبلة حمد بن محمد بن حمد بن سالمين المري. يا سلام بهذا الأداء الجميل مع المركز الثاني، المركز الثالث الهودة ناصر بن نهار بن ناصر النعيمي. مصيحة الحباب على المركز الرابع، ولكن الله، شواهين شواهين على المقدمة، شواهين لسالم بن علي بن خيل، ولكن الله، يا سلام يا سلام، الشبلة 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 وعصاتها في بطانها. الله، يا الشبلة، حمد بن محمد بن حمد بن سالمين المري مع المركز الثاني. سلهودة تحاول من الجانب الأيمن، ولكن الله يا شواهين، الله يا شواهين، شواهين والشبلة، الشبلة شبلة وشواهين، شواهين والشبلة، شواهين والشبلة، شواهين شواهين مع 300 متر الأخير. الله يا الشبلة، الله يا الشبلة، وشواهين شواهين والشبلة، شواهين والشبلة والأمتار الأخيرة. يا سلام يا سلام، وانتوا على الصدارة، وانتوا على الصدارة. شواهين، الشبلة الشبلة، شواهين، الموقع واحد والتنافس واحد. الله يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن الدخول الفوتو فينش هناك، ولكن يبدو لي مع شواهين لسالم بن علي بن خيل المري شعار بن دلوان. الله، يا هذا التنافس وهذا الأداء الجميل ما بين الشبلة حمد بن محمد بن حمد بن سالمين، وما بين شواهين لسالم بن علي بن خيل المري المركز الثالث. المركز الثالث هناك الشبلة لمحمد بن حمد بن محمد الزعبي. المركز الرابع نتابع سلهودة لناصر بن نهار بن ناصر النعيمي. المركز الخامس وصلت معنا مزنة فيصل بن عبد الهادي بن نايفة الهاجري. شاهدتوا معنا التنافس، شاهدتوا روح التحدي إلى الرمق الأخير، والأيضا الفوز هنا مع شواهين. تهانينا يا بن دلوان، 13 دقيقة 7 ثواني بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والنامو مالك شواهين سالم بن علي بن دخيل، تهنئة وصول لابن دلوان. المركز الثاني وصلت الشبلة، توقيت الزمن 13 دقيقة 7 ثواني، نفس التوقيت هنا مع المركز الثاني والشبلة لحمد بن محمد بن حمد بن سالمين المري. وصلت على المركز الثالث هنا في هذه اللحظات، اللي على المركز الثالث الشبلة أيضا ل 13 دقيقة، توقيتها 10 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهنئة والناموس لمحمد بن حمد بن محمد الزعبي.